هلا شوف الاذر بوزيشن، بهذا البوزيشن شو بصير معنا؟ انا لما افعل اعمل انرجايز لهذا الليفر بدي يصير هون عندي هذا الشيء صح؟ انا عندي هون برشا، فالاويل ماشي هيك، الاويل ماشي في عندي طوبة بس من هون وبس من هون. الباث الاول بروح على السلندر والباث الثاني بفوت على فالف مسكر. هاي ريزيستر لو ريزيستر، كل الزيت حيبطل في زيت هون، كل الزيت هون حيروح على اللو ريزيستر. لازم الزيت اللي اصلا موجود هون يطلع مشان تقدر تحرك السلندر. طول ما الزيت ما طلعش ما حتحرك السلندر صح؟ الزيت قدامه تو باث، عبر الفالف او عبر تشيك فالف. تشيك فالف صار حلو في المرور اتجاه السهم، فالزيت حيطلع يجي من هون لهون ويجي وين؟ على التانك. شو عملت السلندر؟ ريتراكت صح؟ بتعمل ريتراكت لحد ما تخلص الريتراكت تبعها، وصلت لاخر حد مسموح لها. شو بدي يصير هون؟ بيلت اب برشر، مكان بضخ فيه زيت مسكر، بدي يطلع البرشر تبعه. طلع البرشر مين بيستشعره؟ هذا الضغط لانه موصول عليه، موصول على السبلاي. فهذا الضغط شو حيعمل؟ حيفتح بهاللحظه. الزيت اللي كان اصلا جاي من البامب اللي كان عنده توبا صفى، هذا هاي ريزيستر لانه مسكر، كلوز سيستم مسكر، عم يصير فيه بيلت اب برشر، نضال فيه بيلت اب برشر يعني هاي ريزيستر، او مسار مفتوح فالف اوبن. فالزيت حيجي من هون هون هون، شو يعمل؟ ريتراكت لهي السلندر. فالبوزيشن هاد اكستند سلندر 1 اكستند سلندر 2 اكستند سلندر 1 بس تعمل فول اكستند اكستند سلندر 2 مشان حكينا في الاضاءه. بالاذر دايركشن بالاذر بوزيشن سلندر 2 فولي ريتراكت بس تعمل فولي ريتراكت سلندر 1 ميك فولي ريتراكت. اوكي بدك ترجع تشتغل تمشي استوديو وتفكر لحالك. هاي السيركتات اذا انت عادت وتتبعت واذا عندك اسئله نحن موجودين نساعدك، بس لازم تمشي انت بباك. احنا بنعطيك طريقه التفكير بس لازم انت تفكر، لا تعتمد دائما انه نحن نشرح لك. في انت بالحياه العمليه حتنحط قدامك سيركت، انت بدك تفكر كيف تشتغل. انا هون بنحاول نعطيك كيف طريقه التفكير بس لازم تجربها بنفسك. تفضل سؤال اخلص. في اي اسئله؟ لو البريشر بار هذا مش موجود اي واحد هات اثنين لو انت مش موجودين هلا 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 انا بقدر اعطيك جواب، بقدر احط السيركت ونتبعها مع بعض. بس نصيحه لك، نفس السيركت ابنيها وسميها في اللاب، شيل الفار وشوف شو بتشتغل. فكري هل الاوتوميشن ستوديو منطق حله سوري فلويد سيل منطق حاكيه ولا لا؟ عندك مشكله تعال شيل، لانه نحن هلا في كثير بوسيبلتي. لو هذا مش موجود، لو هذا مش موجود، لو هذا مش موجود، هون فعلا بشكل عشوائي يعني ما برجع يعني مش بقول لك بتعمل الاكستند بعدين الثانيه. انا ما بديش اعطيك اسئله من عندي، بدي احط لك السيركت مشكله، انا بدي اعطيك بحيثيه ثانيه. فالفكره انا بدي اياك انت تفكري، يعني مش غلط عندك مشكله تعال عندي على اللاب بساعدك فيها، بس الفكره انت شربي جربي وانت يعني حاولي اوصل للحل. انت احكي لي حكي صح ولا لا افضل. اوكي في حدا عنده مشكله بهاي السيركت؟